السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في سلسلة مصابيح التي نعلق فيها على الفيديوهات التي ترسلونها لنا إلى تليجرام، نعلق على ما استطعنا منها، نبين ما فيها من خير ونحذر مما فيها من شر، عسى أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الصالحين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، عسى أن يجعلنا الله منهم. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. غزة رجعت الأجيال دي تاني للدين مرة أخرى. غزة علمنا العقيدة، مش محتاجين نسمع دروس من مشايخ أمشي دروس المشايخ التعريض بها قالت لحاهم. انتبه، أبو اللحية القصيرة ما يتكلم عنه، يتكلم عن أبو اللحية الطويلة حصرا. وطال وارتفع صوتهم. انتبه على صوتك. في دروس الولاء والبراء في المساجد بيعلمون الولاء والبراء في الشوارع وفي المستشفيات. يعني الآن من المفترض أنه هو تعلم الولاء والبراء من الشوارع والمستشفيات. طيب لنرى كيف تعلمه الشوارع، ولا لا، حتى ما يفهم من كلامي أنني أتكلم عن أناس غيره، أنا أتكلم عنه تحديدا هو. ما العلم الذي أصابه الولاء والبراء الذي عنده؟ لكن ليس معنى ذلك أن كل الشيعة ميليشيات، لا طبعا، بل بالعكس أنا فيه شيعة تجمعني بهم صداقة. جميل. ناس أفاضل جدا وناس عقيدتهم وفكرهم يتوافق بنسبة كبيرة مع عقيدة أهل السنة، عقيدتنا. هو يقصد بنفسه هو أهل السنة، ها؟ ففي شيعة عقيدتهم توافق عقيدته، وأفاضل أصدقاؤه، ولاء وبراء عجيب. فيه من الشيعة من يرفضون سب الصحابة ويرفضون كذلك سب أمهات المؤمنين. وكأن الخلاف بين المسلمين وبين الشيعة مجرد أنهم يسبون بعض الأفاضل من المسلمين من الصحابة وأمهات المؤمنين، لا كأن الخلاف في الله وفي القرآن وغير ذلك. نأخذ مقطع ثاني يدلنا على ولائه وبرائه. والشجاعة فهي صفة عربية أصيلة، إذا ذكرت ذكر معها اليمن. أهل اليمن أهل شجاعة، نعم، ولكنه هو يتكلم عن الحوثيين لما نتكلم الذين يسبون الصحابة. عندي حلقة أوثق ذلك، فقط أكتب اسمي وأكتب كلمة الحوثيين سيظهر لك. عن اليمن وعن تاريخها ونثني على مواقفها وقوتها، فالبطولة ركب عليهم أوي، يعني هم فعلا يستحقوا البطولة المطلقة. طيب عرفنا الولاء والبراء الذي عند هذا الإنسان، ولاء على ماذا؟ نعم هناك قضية عادلة، ولكن ليس كل من تاجر فيها يوالى، والأولى أن يكون الولاء على الله سبحانه وتعالى، فهو والى من خالفه في الله، لأنه وافقه في قضية لم يوافقه فيها إلا لأنه يريد بس سيطرته ونفوذه وتلميع صورته من خلال المتاجرة بهذه القضية. أحد المشايخ الصوفية سئل عن مسح الوجه بعد الدعاء، اسمع ماذا يقول. سؤال لأنه إجا أنه قال لا يمسح على الوجه بعد الدعاء إلا جاهل. مقولة باطلة. واللي قال هالكلام هو ابن تيمية. متأكد؟ والله ما جاب آخرتنا غير أقواله وأقوال جماعته اللي يجون بعده. فما رأيك إذا كان الذي قال هذا الكلام الباطل سلطان علمائكم الصوفي الأشعري عز بن عبد السلام؟ هنا في كتاب فتاوى سلطان العلماء عز بن عبد السلام ورقم الصفحة 244 قال: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. وهو أولى بالجهل، لأن المسألة خلافية وردت فيها أحاديث، الذي صحح هذه الأحاديث أو حسنها أو أجاز العمل بها على وفق أصوله قال بمسح الوجه، وهم أكثر السلف. لو ترجع إلى مقالتي هذه على موقعي أتيت لك بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأحمد بن حنبل الذي أجاز ذلك وإسحاق بن راهوية الذي قال إن ذلك استحسنه، يعني وأتيت لك بأقوال المذاهب الأربعة في هذا الأمر، وأتيت لك بالخلاف فيه، فالجمهور على استحبابه، فكيف ينسب الجهل إلى السلف وإلى جمهور أهل العلم لأجل عملهم بالحديث حتى لو خالفتهم في درجته؟ لكن لا تنسب لهم الجهل، لأن عمل السلف في
حديث أنت تراه ضعيفا يقوي أن الأمر له أصل. فبدلا من أن تطعن بابن تيمية الذي نسبت له هذه المقولة وهي ليست مقولته، اطعن بسلطان علمائك وقل له خليك ترقص وتتواجد كما نقل عنك الذهبي والسيوطي واليافعي أنك كنت ترقص يا أيها العز الصوفي. أي مسح على الوجه؟ إيش هو مسحنا؟ بالبركة بركة. توثق من الأقوال قبل أن يعني تتكلم. هذا المقطع أرسله لي أحد الإخوة، قال لي إنه كان يناقش شخصا ويقول له إن الأشعرية يقولون بأن القرآن مخلوق، فقال له لا، وهذا الدليل كلام علي جمعة. المشكلة أن علي جمعة في نفس المقطع بيّن أن القرآن الذي نؤمن به أنا وأنت ليس هو كلام الله. شوف العقيدة ما أخطرها هذه التي يعتقدها. اسمع، يقول الإمام أحمد في كتاب السنة، طبعا هذا كلام السائل الذي يسأله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو جهمي كافر. الآن كيف سيحور؟ القرآن يطلق ويراد منه حقيقة هذا الكلام الذي نتلوه. الكلام الذي نتلوه صحيح، كل المؤمنين يؤمنون أن الكلام الذي يتلونه هو القرآن. ومجازا كلام الله، ومجازا كلام الله، ولا يتكلم عن فعل التلاوة، يتكلم عن الكلام الذي نتلوه اسمه قرآن. ولكن أيضا القرآن يطلق مجازا على كلام الله، إذن كلام الله غير الكلام الذي نتلوه، يراد منه كلام. يبقى إذن يطلق بإطلاقين، اثنين صاروا. طيب المؤمنون المسلمون يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بقرآن واحد. قرآن، إما أن تعني به تلك الألفاظ التي نتلوها ونحفظها ونكتبها، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهل يؤمن المسلمون إلا بالقرآن الذي فيه هذا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ هل يؤمنون بشيء آخر اسمه القرآن إلا هذا؟ وإما أن تقصد أن كلام الله وما فجعل كلام الله ليس هو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس هذه الألفاظ والكلمات الآيات السور، جعل كلام الله شيئا آخر. اسمع، إما أن تعني به تلك الألفاظ التي نتلوها ونحفظها ونكتبها، فهو يتكلم عن الألفاظ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإما أن تقصد أن كلام الله، فصارت هي غير كلام الله. وما الفرق بينهما؟ وبينهما فرق عنده، هذا دال وهذا مدلول. ثم سينسب زورا للإمام أحمد، يعني الإمام أحمد المدلول. إذن الإمام أحمد لما كان يقول من قال إن القرآن مخلوق كفر، يعني شيئا غير الذي يؤمن به المؤمنون، يعني قرآن مجازي بحسب ما زعم علي جمعة، يعني شيء اسمه المدلول، فكذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على الإمام أحمد، وبين عقيدة خطيرة جدا، أن هذه الألفاظ التي نقرأها أو نحفظها أو نسمعها من نسمع منه القرآن هذه ليست كلام الله. هذه عقيدة خطيرة لم يقلها إلا الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شنو هاي؟ أبو عبد العزيز السلفي، أنت عبد العزيز السلفي من جماعة محمد بن شمس الدين، فأنتوا شنو ما تسألون مو غريب عليكم؟ تسألون أسئلة لسه ما يعني ما نزلت، يعني لسه أسئلة ما سألها لا الصحابة ولا التابعين ولا اليهود سألوها. أنتوا تجيبون أسئلة ما أدري شنو هي، أنت ومحمد بن شمس الدين تجيبون أسئلة لسه العالم ما تسمع فيها. والله المشكلة العالم تسمع فيها، بس المشكلة يعني سؤال ما بقر ظلون بقر. طيب إن شئت أن تتعلم بدلا من السب والشتم وتعميم جهلك على الناس، الناس سمعوا والناس تعلموا عندك هذا، طبعا يمكن صور الكتاب صغيرة عادي ما في مشكلة، هذا كتاب في شروط لا إله إلا الله، هذا كتاب ثاني أيضا يشرحها، هذا كتاب ثالث أيضا يشرحها، هذا كتاب رابع أيضا يشرحها. وإذا مالك بقراءة الكتب ترى كتابي هذا تيسير العقيدة الإسلامية ليس كبير الحجم، 195 صفحة، في الصفحة 54 شروط لا إله إلا الله، وأتيتك بالقرآن الكريم الذي يعني تتعلم منه
هذه الشروط من آيات الله سبحانه وتعالى، 7 شروط سهلة جدا: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. 2.25 صفحة، سهلة. تعلم بدل ما تسب وتشتم وتبين للناس جهلك بشروط كلمة التوحيد. مشايخ الصوفية عندهم حلقات ذكر وأشياء، وهذا شيخ من مشايخ طريقة النقشبندية عندهم ختم لمجالسهم، فاسمع ماذا يقول. والله العظيم ما عم غشك. لا صادق، صادق. يشهد ربي علي ما عم غشك. تعال على الختم وضع يدك في مكان مرضك منية الشفاء، وأسأل الله رب الأرض والسماء ألا أقوم من الختم إلا وأنت معافى بإذن الله تعالى. الله يعافيك في عقيدتك. لا نتألى على الله. هيك يا إخواني، يقعد بالختم بهذا الوقت 5000 يستمعون إلى الختم. 5000 مصدقينك يا رجل، يجون على الختم. لا إله إلا الله، والله مصائب. والناس يقولون لنا لماذا تحذرون ولماذا تعملون مقاطع وتركوا الناس بحالها؟ 5000 ضايعين يروحوا على مثل هذا. طب ليش ضايعين؟ اسمع المقطع لآخره عشان أشوفك ليش، عشان أشوفك الناس الذين يحاربون عندما نحذر المسلمين حتى لا يقعوا. 5000 رايحين على هذا مشان يشفون. الختم النقشبندي، يشفون بالختم النقشبندي. اسمع، عم يقرأ الختم حي، ما عم يقرأ معلومة من على ورقة. لا حي، عم يقرأ الختم روح، روح وخاطب الأرواح. إذن شفاء بالأرواح، روح تخاطب أرواح. كيف تخاطب الأرواح بالله؟ هيا حيا هيا حي. كنا ندرس بالعلوم أنه الضفادع في موسم التزاوج تصدر صوت النقيق، فالضفدع لما يسمع النقيق هذا يذهب إلى مصدره، ويعني تجذب النقيق، يجذب. لكن هم عندهم ما عندهم نقيق ولا تزاوج، شفاء، تأتي الأرواح تشافي بإذن الله. طبعا هو يقول لك هيا حيا هيا حي. أيوة، فيأتي هؤلاء الأقطاب السادة السلالة ويحضرون مجلس الختم الشريف. أرواح، علاج بالأرواح، وهم السادة الأقطاب هؤلاء اللي راح يشافوك بإذن الله. طبعا كلهم ماتوا مكرسحين ومرضانين، والناس مصدقة وتروح 5000 واحد. شيخك مات مرضان وانت بدك تجيب تستجلب لي روحه؟ هيا حيا هيا حي، مشان تجي روحه وتشافي 5000 واحد. مستشفى عالمي هذا. الشفاء يكون إما بالوسائل، بالوسائل طبعا الله سبحانه وتعالى كما خلق الداء خلق له دواء، فالإنسان يتعالج ويكون علاجه سبب لنزول الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. الله رتب شفاءه على سبب، ألا وهو العلاج، أو يكون بالرقية وما شابه والدعاء وهذا، حتى يزيل الله سبحانه وتعالى عنه البلاء والوباء الذي كان سببه الدعاء أو الرقية. فإما أمور مادية اللي هي العلاج الذي الله سبحانه وتعالى شرعه، أو أمور معنوية اللي هي الدعاء والرقية. طيب هذه العلاج بالأرواح هذه من وين؟ أرواح ناس ميتة تروح تقولها هيا حيا هيا حي، تيجي تعالجك. شوف هذا المقطع أرسلوه لي، قال ينشر على أنه بزعمهم، يعني أنه الشيخ يتحرش بأم أحد المتصلين. اسمع خلينا نشوف. لا طبعا، ليه ما ترضيش كده؟ أمك حلوة وجميلة، منقعد معه ونسلى ونتكلم كلنا، إيه المشكلة يعني؟ لا طبعا ليه يعني ما صحش ليه؟ عايز أفهم. يعني هو بالعقل، بالعقل الإنسان اللي بده يتحرش، يعني هو بالعقل بالله عليك، واحد متصل على الشيخ مصطفى، هل الشيخ سيتحرش بأمه؟ يعني على العلن عادوا بث مباشر وما شابه ذلك ومسجل بالعقل، يعني العقل لا يستوعبها عقلا، هيك بدون ما تبحث عن المقطع الكامل ستقول هذا الكلام فاسد، ستقول هذا كلام مبتور. ما يحتاج الأمر، ترى يبدو أن الشخص هذا اتصل على الشيخ ويقول له إن يعني عن أمه إنها جميلة وما شابه ذلك،
وإنه يرضى عليها أشياء مثلا لا تجوز، فالشيخ أراد أن يلزمه أنه كيف يعني، طيب جيبها، ترضى أن تجيبها تجلس معنا ولا ما شابه ذلك، من باب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الذين جاءوا وقالوا له إذن لي بالزنا، فقال له أترضاه لأمك، من باب تحريك يعني غيرته وكذا. فواضح أن المقطع من هذا القبيل، يعني ما راح يقول له أمك حلوة وجميلة إلا الرجل أساسا يعني يمكن قال له مثل هذا الكلام، وقال له مثلا يعني سأله عن شيء أنه يتعلق باختلاط أو شيء من هذا القبيل، الله أعلم يعني. لكن واضح البتر حلو جدا. يعني عايز أقول لكم أن شيخ الأزهر نفسه أياميها ناس سألته وقالت له كلم الصلاة أشرف عشان في حالته تعبانة، قال لي بنتك في الجنة. شيخ الأزهر يقول بنتك بالجنة، بنتك في الجنة، اطمن شيخ الأزهر. يعني أكتر من كده بقى محدش بقى يقدر يتكلم في الأزهر بتاعنا اللي هو قمة الإسلام في مصر وفي العالم العربي، طلع مسلم وفي العالم الإسلامي، هو الراجل اتصل وقال بنتك في الجنة، ويعرف مين اللي في الجنة ومين اللي في النار. يعني مو أي واحد اللي يقول إنه بالجنة وكأنه يعلم الغيب. أنت شو معرفك بالجنة ولا في النار؟ ما يجوز عن أن تقول عن مسلم إنه في الجنة أو في النار، إنك لا تعلم. نقول نرجو له أن يكون في الجنة، نسأل الله أن يكون في الجنة، نحسن الظن به أنه من أهل الخير والصلاح، بس تقول فلان في الجنة ما يجوز إلا للذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، كالعشر المبشرين بالجنة، فاطمة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، الحسن، الحسين، بلال، حمزة، هؤلاء الذين وردت النصوص بدخولهم الجنة، نقولهم في الجنة. لكن ما يجوز أنه نتكلم بغير علم عن غيرهم. لو كان كافر نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مرت بقبر مشرك فبشره بالنار، أما المسلم لا نضمن له جنة لأننا لا نعرف حقيقة أعماله عند الله، ولا نقول إنه في النار إذا كان عاصي وزاني ومرتكب كبائر وما شابه ذلك، لأن الله قد يغفر له. وهذه المسألة إذا أردت تفصيلها ارجع إلى شرحي لكتاب الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة، ويعني بينت الإجماع على ذلك. ننتقل للخاتمة لنرى ليش الصوفية يتقافزون لدرجة أن في ناس في وسط الذكر من كثر الأنوار تلاقيه نفض. هي نور، الموضوع نور لما يكون ضعيف التحمل، يعني ما هو النور هذا كهرباء اتنفض ليه؟ زي ما يقول، زي ما تقول قالوا مس. انا عارف المس من الشيطان، من النور الكتير. مس نور، هذا جديد. والانوار الكتير، انوار الذكر، انوار الذكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر الله وما يأتي نور ولا ايش موضوع؟ مش بتشوف ناس بتحصل لك حاجات يعمل كده وفي ناس تتنط؟ والله كيف يعمل، كيف يعمل، انا حاب اشوفها مره اخرى. يعمل كده، ايوه، وفي ناس تتنط، واول ما يتنط يقول لك ده فج النور. يعني شوف هذول جايهم نور، هذول من انوار الذكر يعملون هاي الحركات، فج النور في قلبي فتنطت علشان مش متحمل. فاهم؟ زي ما تحط انت كهرباء عاليه كده في جهاز لا جهاز يتهز. أيوة، هذا نور الإيمان ونور الذكر اللي أنتم يا وهابية محرومين منه. لا تنسوني من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.